وتنظيمها احتفالا باليوم العالمي لليوغا. لقد قام سعادة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي بتقدم صفوف المشاركين في الاحتفالية التي نظمتها وزارة آيوش بحكومة الهند في منطقة راغباث في نيو دلهي، حيث احتفل العالم باليوم العالمي الأول لليوغا بحماسة كبيرة في 11 يونيو عام 2015. شهدت الفاعلية تحقيق رقمين عالميين تم تسجيلهما في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهما أكبر جلسة يوغا بمشاركة 35,985 ممارس، وأكبر عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة شاركوا في جلسة يوغا واحدة، حيث شارك أشخاص من 84 جنسية مختلفة. اليوغا هي في الأساس فرع من فروع المعرفة الروحانية، وهي تعتمد على علم لا يدركه الكثيرون يركز على تحقيق التناغم بين العقل والجسد. ويمكن القول أن اليوغا هي فن وعلم في وقت واحد، ويهدف إلى تحقيق صحة أفضل للإنسان. كلمة يوغا مشتقة في الأساس من جذر كلمة باللغة السنسكريتية وهو يوغ، ويعني ينضم أو يتحد. ووفقا للنصوص الخاصة باليوغا، فإن ممارسة اليوغا تؤدي إلى تحقيق الوحدة بين الفرد والكون، الوصول إلى توازن تام بين الجسد والعقل والإنسان والطبيعة. وتعود أصول علم اليوغا إلى آلاف السنين، حتى قبل أن يتعرف الإنسان على الديانات أو المعتقدات. وطبقا للموروثات الشعبية الخاصة باليوغا، فإن الشيفا هو أدي يوغي أو معلم اليوغا الأول، الذي قام بنقل معارفه المتعمقة عن اليوغا إلى طلابه السبعة الذين يطلق عليهم اسم سابتاريشيز أو الحكماء السبعة. ترجع ممارسة اليوغا إلى ما قبل العصر الفيدي، ولكن يرجع الفضل للحكيم العظيم ماريشي باتينجولي الذي يعرف باسم أبو اليوغا الحديثة في تقنين ووضع نظام خاص لليوغا في تلك الفترة، والذي عرف باسم يوغا سوترا. وبعد ذلك ساهم العديد من كبار معلمي اليوغا في تطوير اليوغا والحفاظ عليها ونشر هذا الأسلوب الرائع. وهناك العديد من مدارس اليوغا المختلفة، ومن بينها جيانا يوغا، بهكتي يوغا، كارما يوغا، باتنجلا يوغا، هاتا يوغا، كونداليني يوغا، دهيانا يوغا، مانترا يوغا، لايا يوغا، جينا يوغا، بودها يوغا، وغيرها من المدارس الأخرى. ولكل مدرسة من هذه المدارس منهجها وتدريباتها الخاصة بها، التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف الأسمى من ممارسة اليوغا. ومن بين أشهر أوضاع اليوغا ما يلي: ياما، نياما، آسنا، برانياما، براتيهارا، دهارانا، دهيانا، سمادهي، باندها، مودرا، شات كرماز، يوكتهارا، مانترا جابا، يوكتا كارما. يجب على ممارسي اليوغا اتباع مجموعة من الإرشادات الأساسية عند أداء تمارين اليوغا. قبل البدء في التمرين يجب أن تتم ممارسة اليوغا في جو يتسم بالهدوء والصفاء، على أن يكون الذهن والجسد في حالة استرخاء. يجب أن تتم ممارسة اليوغا مع خلو المعدة من الطعام أو بعد تناول وجبة خفيفة. تناول قدرا قليلا من العسل المذاب في ماء فاتر إذا شعرت بالهزال. يفضل ارتداء ملابس قطنية خفيفة ومريحة لسهولة حركة الجسم. في حالة شكوى المرء من مرض مزمن أو ألم أو مشكلات في القلب، ينصح باستشارة الطبيب أو معالج باليوغا قبل أداء تمرينات اليوغا. يرجى اتباع التالي خلال أداء التدريبات:
يجب أن تبدأ جلسات التدريب بترديد مجموعة من الأدعية أو الابتهالات، لأن ذلك يساهم في خلق جو عام يساعد على الصفاء الذهني. يجب أن يتم أداء التدريبات اليوغا ببطء وارتياح، لا تكتم أنفاسك ما لم يتم ذكر ذلك بوضوح خلال التمرين، لا تقبض عضلات جسمك ولا تقم بأي حركة مفاجئة خلال التمرين. قم بأداء التمرينات وفقا لقدراتك الشخصية. يجب إنهاء جلسة التدريب بهدوء عميق أو ما يعرف باسم شانتي باثا. لا يجب تناول الطعام أو أخذ حمام سوى بعد مرور ما بين 20 إلى 30 دقيقة من نهاية التدريب. مرحبا بكم في عالم اليوغا. مرحبا بكم في عالم الحكمة الذي لا يزال مهما ومفيدا في عالمنا اليوم، كما كان عليه الحال منذ آلاف السنين. مرحبا بكم في عالم اليوغا. دعونا نبدأ بمجموعة من أوضاع اليوغا. وضع تشالانا كرياس أو تدريبات بسط عضلات الجسم لزيادة حركة الدورة الدموية الصغرى في الجسم. تدريبات الرقبة: تحريك الرقبة للأمام والخلف، قف في وضعية استعداد، باعد بين قدميك بمسافة مناسبة، ضع يديك حول خصرك، قم بإخراج نفس، ثم اثني رقبتك للأمام ببطء وحاول أن تجعل ذقنك تلمس صدرك. خذ نفسا وأنت تحرك رقبتك للخلف لأقصى درجة ممكنة بالنسبة لك، ثم العودة مرة أخرى إلى الوضعية الأولى وأنت تكتم أنفاسك. لف الرقبة جهة اليمين وجهة اليسار، أخرج نفسا ولف رقبتك ببطء جهة اليمين. حاول أن تجعل أذنك تقترب قدر الإمكان من كتفك دون أن ترفع الكتف. خذ نفسا بينما تعود بالرأس إلى الوضعية الطبيعية، أخرج نفسا ولف رقبتك ببطء جهة اليسار. خذ نفسا وأنت تعيد رأسك إلى الوضعية الطبيعية، ثني الرقبة يمينا ويسارا، أخرج نفسا وأنت تثني رقبتك ببطء جهة اليمين حتى تكون الذقن في وضعية استقامة مع الكتف. خذ نفسا وأنت تعيد رأسك إلى الوضعية الطبيعية، أخرج نفسا وأنت تثني رقبتك ببطء جهة اليسار. خذ نفسا وأنت تعيد رأسك إلى الوضعية الطبيعية. لف الرقبة في حركة دائرية، حرك رقبتك للأمام وحاول أن تجعل ذقنك تلمس صدرك. خذ نفسا وأنت تحرك رأسك ببطء في اتجاه عقارب الساعة، أخرج نفسا وأنت تحرك رأسك نحو الأسفل، حرك رأسك ببطء عكس عقارب الساعة. استشعر انبساط عضلات المنطقة حول الرقبة والاسترخاء الكبير في مفاصل وعضلات الرقبة والشعور بالتخلص من التوتر في منطقة الرقبة.
بالنسبة لمن يعانون من آلام في الرقبة أو التهاب في الفقرات، يجب أن يقوموا بأداء هذه التدريبات برفق. حركات الكتف: ضم الساقين وافرد جسمك وضع الذراعين باستقامة بجانب الجسد. خذ نفسا ثم ارفع الذراعين لأعلى بالقرب من الرأس على أن يكون وجه الكفين للخارج. أخرج نفسا وأنت تنزل الذراعين للوضعية الأساسية. لا يجب أن يلمس الذراعان الرأس وهما مرفوعتين لأعلى، ولا يجب كذلك أن يلمسا جانب الجسد عند تنزيلهما للأسفل. يجب أن يكون الكفان مفرودين والأصابع مضمومة. تحريك الكتفين في حركة دائرية: قف في وضعية مستقيمة، ارفع الذراعين ثم اضغط بأصابع يدك اليمنى على كتفك الأيمن، واضغط بأصابع يدك اليسرى على كتفك الأيسر. حرك الكوعين في حركة دائرية كاملة. حاول أن يلمس الكوع مقدمة الصدر أثناء الدوران للأمام، وأن يلمس الأذن عند الحركة لأعلى. شد الذراعين أثناء الدوران للخلف بالكوعين. المس جانبي الجذع أثناء الحركة بالكوعين لأسفل. كرر نفس الحركات باتجاه عكس عقارب الساعة. كرر التمرين 5 مرات. يساعد هذا التمرين على الحفاظ على سلامة عظام وعضلات وأعصاب منطقة الكتفين، وهذا التمرين مفيد لعلاج التهاب فقرات الرقبة وتيبس الكتفين. لف الجذع: باعد بين قدميك لمسافة قدمين تقريبا. ارفع الذراعين حتى مستوى الصدر على أن يكون الكفان في مواجهة بعضهما البعض للداخل. أخرج نفسا وأنت تلف جسمك نحو اليمين حتى يلمس كف اليد اليسرى الكتف الأيمن. عد مرة أخرى إلى الوضعية السابقة مع أخذ نفس، والآن أخرج نفسا وأنت تلف جسمك نحو اليسار حتى يلمس كف اليد اليمنى الكتف الأيسر. عد مرة أخرى إلى الوضعية السابقة مع أخذ نفس. كرر نفس التدريب ببطء مع التنفس. يجب تجنب القيام بهذا التدريب عند وجود آلام في فقرات الظهر أو اضطرابات في العمود الفقري، وكذلك خلال فترة الحيض. استرخي في وضعية الوقوف. حركة الركبتين: خذ نفسا، ارفع الذراعين حتى مستوى الكتفين. أخرج نفسا مع ثني جسدك في وضعية القرفصاء. خذ نفسا واستعد وضعية استقامة الجسد. كرر التمرين 2 مرات. يساعد هذا التمرين على تقوية الركبتين ومفصل الحوض. يجب تجنب أداء هذا التمرين في حالة الإصابة بالتهاب شديد في المفاصل. أخرج نفسا وأنت تعيد يديك إلى أسفل. والآن ننتقل إلى أوضاع يوغاسانا. تاداسانا، كلمة تاداسانا تعني النخلة. باعد بين قدميك لمسافة بوصتين. شبك أصابع اليدين ثم اجعل باطن كفي اليدين إلى الخارج. خذ نفسا وارفع الذراعين لأعلى على أن يكون على نفس استقامة الكتفين. ارفع كاحلي القدمين لأعلى عن الأرض. حاول الحفاظ على توازنك وقوفا على أصابع القدمين. ابق على هذه الوضعية لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 ثانية. يساعد هذا الوضع على تحسين توازن الجسم وتقوية أعصاب العمود الفقري ويصحح الوقوف الخاطئ. الآن أخرج نفسا، ارجع بكاحلي القدمين إلى الأرض، تخلص من تشبيك أصابع اليدين، انزل بالذراعين بصورة متوازية حتى الجذع مع العودة مرة أخرى إلى وضعية الوقوف. فريكش أسنا، وضعية الشجرة. كلمة فريكش تعني الشجرة. قف وباعد بين قدميك لمسافة بوصتين. ركز على نقطة أمامك مباشرة. أخرج نفسا مع ثني القدم اليمنى والإمساك بوجه القدم باليد اليمنى. ضع باطن القدم على الفخذ الأيسر من الداخل.
يجب أن يلامس كعب القدم منطقة العجان. خذ نفسا ومد الذراعين لأعلى وضم الكفين. ابق على هذه الوضعية لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 ثانية وتنفس بصورة طبيعية. يساعد هذا التمرين على التناسق العضلي العصبي والتوازن وتحسين القدرة على التحمل واليقظة. يجب عدم القيام بهذا التمرين في حالة المعاناة من التهاب في المفاصل والسمنة. أخرج نفسا وانزل الذراعين والقدمين. كرر التمرين. أخرج نفسا مع ثني القدم اليسرى والإمساك بوجه القدم باليد اليسرى. ضع باطن القدم على الفخذ الأيمن من الداخل. يجب أن يلامس كعب القدم منطقة العجان. خذ نفسا ومد الذراعين لأعلى وضم الكفين. استرخي. بادا هاستاسانا. كلمة بادا تعني القدم، بينما كلمة هاستا تعني اليدين. خذ نفسا ببطء، ارفع الذراعين لأعلى. شد جسمك من منطقة الوسط. أخرج نفسا وانحني للأمام حتى تريح كفيك بالكامل على الأرض. حافظ على هذا الشكل النهائي للوضع لمدة ما بين 10 إلى 30 ثانية. يمكن لمن يعانون من تيبس في الظهر أن يقوموا بالانحناء قدر استطاعتهم فقط. خذ نفسا واعتدل ببطء وصولا إلى وضع عمودي. مد الذراعين حتى أعلى الرأس. أخرج النفس وعد سريعا إلى الوضعية الأصلية عند بداية التمرين مع عكس ترتيب الخطوات. استرخي. آدا تشاك أسنا. ادعم الظهر بيديك عند منطقة الوسط. أخرج نفسا، أرجع رأسك للخلف ومد عضلات الرقبة. انحني بجسمك للخلف من عند المنطقة القطنية. استرخي وتنفس بصورة طبيعية. حافظ على هذا الوضع لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ثانية. خذ نفسا وارجع مرة أخرى للأمام ببطء. يساعد تمرين آردا تشاكر على إكساب مرونة للعمود الفقري بالإضافة إلى تقوية الأعصاب الشوكية وتحسين القدرة على التنفس. خذ نفسا وارجع مرة أخرى للأمام. يجب على من يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحذر وهم ينحنون بأجسادهم. تريكون آسانا. كلمة تريكون تعني المثلث. قف وباعد بين القدمين بمسافة مناسبة. ارفع ذراعيك ببطء على الجانبين حتى يصبح في وضع أفقي تماما. أخرج نفسا وانحني ببطء جهة اليمين، ثم ضع يدك اليمنى خلف قدمك اليمنى تماما بينما تقوم برفع ذراعك الأيسر لأعلى في وضعية مستقيمة مع ذراعك الأيمن. حافظ على هذه الوضعية لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ثانية مع التنفس بصورة طبيعية. يساعد هذا التمرين على منع الإصابة بمشكلة تسطح القدمين ويقوي عضلات السمانة والفخذ والوسط، مما يكسب العمود الفقري مرونة أكبر. ارجع ببطء وأنت تأخذ نفسا. كرر نفس التمرين من الجهة اليسرى. تجنب أداء هذا التمرين في حالة الإصابة بانزلاق غضروفي أو عرق النساء، وكذلك بعد التعرض لجراحة في البطن. لا تحاول أن تجهد نفسك أثناء أداء التمرين. أدي التمرين وفقا لقدراتك. بادراسانا. دعونا الآن نستعد لأداء وضعيات الجلوس التي يطلق عليها اسم بادراسانا. كلمة بادر تعني الثبات. اجلس مع شد الجسم. مد قدميك تماما إلى الأمام. ابقي يديك إلى جانب الفخذين. هذه هي وضعية داند أسنا. والآن ضع باطن قدميك في وضعية مقابلة لبعضهما البعض. أخرج نفسا وشبك أصابع يديك سويا وضعهما تحت أصابع قدميك. اجذب الكعبين قدر المستطاع ليصبحا قرب منطقة العجان. هذا هو الوضع النهائي. ابق على هذه الوضعية بعض الوقت. يساعد تمرين بادراسانا على ثبات الجسم والعقل. والآن مد قدميك للأمام في وضعية تعرف باسم فيسرام أسنا. يجب عدم القيام بهذا التمرين في حالة المعاناة من التهاب في المفاصل والسمنة. فاجراسانا.
اجلس في وضع داندسنا، اثني رجليك واجلس على كعبي القدمين، ابق الفخذين قريبين والمسهما بالإصبع الأكبر من القدم، ضع اليدين على الركبتين مع الإبقاء على الرأس والظهر في وضعية استقامة. هذا هو وضع فاجراسانا. أردها أشتر أسنا، اجلس في وضع فاجراسانا، انهض وقف على ركبتيك، أخرج نفسا وضع كفيك أعلى الوركين من الخلف مع توجيه أصابع اليدين إلى أسفل، حافظ على توازي الكوعين والكتفين، ارجع رأسك للخلف، مد عضلات الرقبة، خذ نفسا واحني جذعك للخلف قدر استطاعتك، أخرج نفسا واسترخي. هذه هي الوضعية النهائية للتمرين، حافظ على هذا الوضع لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ثانية مع التنفس بصورة طبيعية. يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الظهر والرقبة ويخفف من آلام الإمساك وآلام الظهر. والآن خذ نفسا واعتدل في جلستك، أخرج نفسا وانزل يديك إلى جانبي جسمك، عد إلى وضع فاجراسانا واسترخي أشتر أسانا. والآن نقوم بأداء تمرين أشتر أسانا كاملا. اجلس في وضع فاجراسانا، انهض وقف على ركبتيك، باعد بين الركبتين وكذلك القدمين من الخلف لبضع بوصات، خذ نفسا وأنت تثني جذعك للخلف، ضع كف يدك اليمنى على باطن قدمك اليمنى وضع كف يدك اليسرى على باطن قدمك اليسرى، احذر ثني الرقبة للخلف بقوة. هذا التمرين مفيد للغاية لعيوب الإبصار وكذلك للتخلص من آلام الرقبة والظهر، ويساعد التمرين على تقليل الدهون في منطقة البطن والأرداف. يحذر القيام بهذا التمرين لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفتاق. خذ نفسا وارجع مرة أخرى للأمام، عد إلى وضع فاجراسانا واسترخي شاشانكاسانا. كلمة شاشانك تعني الشعر. باعد بين ركبتيك كثيرا، لامس بين أصابع القدمين، ضع الكفين بين الركبتين على الأرض، أخرج نفسا ثم مد ذراعيك للأمام لأبعد ما تستطيع ومل إلى الأمام، ضع ذقنك على الأرض، حافظ على وضع الذراعين ممدودتين بالتوازي، انظر للأمام واستمر في هذا الوضع، سوف يساعد ذلك على تقليل التوتر والغضب. خذ نفسا ثم ارفع جسدك لأعلى، أخرج نفسا وعد لوضع فاجراسانا، مد ساقيك لوضع فاجراماسانا. على المرضى الذين يعانون من التهاب العظام أن يقوموا بهذه الحركات بحرص. أوتان ماندوك أسانا، الوضع النهائي لتمرين أوتان ماندوك أسانا يشبه جلسة الضفدع في وضعية مستقيمة. اجلس في وضع فاجراسانا، باعد بين ركبتيك من الأمام وقرب أصابع القدمين من الخلف، خذ نفسا وأنت ترفع ذراعيك لأعلى، ضع الذراعين خلف رأسك في وضعية مقصية بحيث يكون كف كل يد على الجزء الأعلى من الكتف المعاكس، حافظ على استقامة الظهر والرقبة. يساعد هذا التمرين على التخلص من آلام الظهر وآلام العمود الفقري، كما يساعد على تحسين حركة الحجاب الحاجز وكفاءة الرئتين. يجب على من يعانون من آلام حادة في مفصل الركبة تجنب أداء هذا التمرين. ارفع الذراعين لأعلى مع أخذ نفس، اخفض الذراعين لأسفل، ضع راحتي اليد على الأرض، قارب بين الركبتين مرة أخرى كما في الوضعية الأولى.
فاكراسوند. كلمة فاكر تعني الثانية. اثني الساق اليمنى وضع القدم اليمنى بجوار الركبة اليسرى. ضع الذراع اليسرى خلف الركبة اليمنى وضع كف اليد اليسرى بجوار القدم اليمنى. أخرج نفسا. أدر الجسم والوجه إلى جهة اليمين. ابق في هذا الوضع وأنت مستريح. أدر رأسك للأمام. حرك يديك من موضعهما مع إخراج النفس. ابسط ساقيك ثم عد للوضع الأول واسترخي في وضع فيدراماسانا، ويزيد هذا الوضع مرونة العمود الفقري ويساعد على التغلب على حالات الإمساك، عسر الهضم وعلاج مرض السكر. كرر نفس الحركات في الجهة الأخرى. أدر رأسك للأمام. حرك يديك من موضعهما مع إخراج النفس. ابسط ساقيك ثم عد للوضع الأول واسترخي في وضع فيدراماسانا. ماكراسانا. كلمة ماكرا تعني تمساح. استلق على بطنك مع المباعدة بين الساقين قدر الإمكان، مع جعل أصابع القدمين تتجهان للخارج. ضع رأسك على كفيك واسترخي. هذا الوضع هو ماكراسانا، وتتم ممارسة هذا الوضع للاسترخاء في كافة أوضاع الاستلقاء على البطن، وهو يساعد على راحة الجزء السفلي من الظهر. بوجانجاسانا. دعونا الآن نستعد لأوضاع الاستلقاء على البطن. بوجانجاسانا تعني كلمة بوجانج الثعبان أو حية الكبرى. استلق على بطنك. أرح رأسك على كفيك وأرح جسدك. الآن ضم الساقين وابسط ذراعيك. ابق جبهتك على الأرض. ابق كفيك بجانب صدرك وارفع الكوعين. خذ نفسا وارفع ذقنك وارفع صدرك حتى منطقة السرة. هذا هو وضع البوجانجاسانا. هذا الوضع جيد للتحكم في التوتر، كما يساعد على التحكم في ألم الظهر ومشاكل الشعب الهوائية. أخرج نفسا وضع جبهتك على الأرض ومد ذراعيك. باعد بين ساقيك. ضع كفيك على الأرض وأرح رأسك على كفيك واسترخي. شالاباسانا. تعني كلمة شالابا الجرادة. استلق على بطنك. والآن ضم ساقيك. ضع ذقنك على الأرض. وضع كلا ذراعيك بجوار جسدك مع جعل الكفين إلى جهة الأعلى. خذ نفسا ثم ارفع كلا الساقين بعيدا عن الأرض بقدر الإمكان بدون ثني الركبتين. قم بمد الذراعين والساقين جيدا لتسهل رفع الجسد عن الأرض. ابق في هذا الوضع وأنت مستريح. يساعد هذا الوضع في علاج عرق النساء وآلام أسفل الظهر، كما أنه يقوم بتقوية عضلات الوركين. والآن أخرج نفسا. قم بإنزال الساقين إلى أسفل في اتجاه الأرض. ابعد ذراعيك عن جسدك واسترح على الأرض. يجب على مرضى القلب تجنب هذا الوضع. سيتوباندسانا. ننتقل الآن إلى أوضاع العمود الفقري. سيتوباندسانا. سيتوباند تعني عمل شكل الجسر. ضم ساقيك وضع ذراعيك بجانب جسمك. اثني الرجلين والركبتين واجذب الكعبين تجاه المؤخرة. امسك بكلا الكاحلين بقوة. خذ نفسا ثم ارفع ببطء مؤخرتك والجذع لأعلى بقدر ما تستطيع لتصنع شكل الجسر. ابق في هذا الوضع وأنت مستريح. هذا هو الوضع الأخير، ويساعد هذا الوضع على الراحة من الإحباط والقلق،
ويقوي عضلات أسفل الظهر. والآن أخرج نفسا، قم بالرجوع ببطء إلى الوضع الأصلي ثم استرخي. تمدد على ظهرك، لكن يرجى ملاحظة أنه لا يجب على السيدات اللائي في أشهر الحمل الأخيرة ممارسة هذا الوضع. أوتانتاداسانا، وضع رفع الساقين. في هذا التمرين يتم رفع الساقين لأعلى باستقامة دون ثني الركبتين. استلقي على ظهرك بصورة مريحة، ضم الساقين ومدهم للأمام، ضع يديك جانب جسدك، ارفع ساقيك ببطء وأنت تأخذ نفسا لكن دون ثني الركبتين. حافظ على ارتفاع الساقين بزاوية قدرها 30 درجة. حافظ على هذا الوضع لفترة مع التنفس بصورة طبيعية. أخرج نفسا وأنت تعيد الساقين ببطء لأسفل على الأرض. يساعد هذا التمرين على توازن المركز السري في البطن. أردها هالاسانا، وضع نصف المحراث. يطلق على هذا التمرين هالاسانا لأن شكل الجسم في الوضع النهائي للتمرين يشبه المحراث الهندي. استلقي على ظهرك على الأرض، ضع يديك بجانب جسدك مع وجه الكفين على الأرض، ارفع كلتا الساقين لأعلى بزاوية قدرها 30 درجة، ثم ارفعهما لأعلى حتى زاوية 60 درجة، وأخيرا ارفعهما ببطء حتى مستوى زاوية 90 درجة. هذا هو الوضع النهائي لتمرين أردها هالاسانا. يجب أن يكون الجسم والكتفان في وضعية مستقيمة. والآن أخفض الساقين ببطء على الأرض دون رفع الرأس. هذا التمرين مفيد للغاية لمرضى ضغط الدم، ولكن يجب أداؤه بمزيد من الحرص بالنسبة لمن يعانون من آلام في الظهر. يجب عليهم رفع ساق تلو الأخرى وليست كلتا الساقين أثناء أداء هذا التمرين. بافانا موكتاسانا، اثني الركبتين واجذب الفخذين اتجاه الصدر. قم بإدخال أصابع اليدين في بعضهما البعض، وضعهما على عظمة الساق تحت الركبة. ارفع الرأس والكتفين وحاول أن تلمس بذقنك الركبتين. هذا هو وضع بافانا موكتاسانا، وهذا الوضع يعالج الإمساك ويريح من الانتفاخ ويقوي عضلات الظهر وأعصاب العمود الفقري. أنزل رأسك على الأرض وأخرج نفسا. ابسط ساقيك واسترخي. يجب تجنب هذا الوضع في حالات وجود إصابات في البطن أو وجود فتاق وعرق النساء وأثناء الحمل. شافاسانا، كلمة شاف تعني الجسد الميت. الغرض من هذا الوضع هو تحقيق الاسترخاء التام. استلقي على ظهرك مع المباعدة بين الساقين والذراعين ووضعهما في وضع مريح. يجب أن يكون الكفان متجهين لأعلى والعينان مغلقتين. قم بعمل استرخاء للجسد بكامله. قم بمتابعة عملية التنفس واجعله منتظما وبطيئا. ابق في هذا الوضع حتى تشعر بالانتعاش والاسترخاء. يساعد هذا الوضع على التخلص من كافة أنواع التوتر ويريح الجسد والعقل، وهو مفيد في التحكم في التوتر وتبعاته.
كابالا باتي. يقوم بتحفيز مراكز التنفس في الفص الأمامي للمخ. اجلس في أي وضع من أوضاع التأمل، أغلق عينيك واجعل جسدك بكامله في حالة استرخاء. خذ نفسا عميقا واجعل الصدر يتمدد. أخرج نفسا من خلال جعل عضلة البطن تتقلص بقوة، واستمر في عمليتي الشهيق والزفير. ثم خذ نفسا عميقا وقم بأخذ نفس عميق ثم إخراج النفس ببطء ثم استرخي. وهذه هي مجموعة من حركات كابالابهاتي، وكل مجموعة يجب أن يتبعها تنفس بعمق. والآن قم بمجموعتين أخرتين. كابالا بهاتي تنقي الجيوب الأنفية الأمامية وتساعد على التغلب على مشكلات الكحة، وهي مفيدة في علاج حالات البرد والتهاب الغشاء المخاطي في الأنف والتهاب الجيوب الأنفية والربو والتهاب الشعب الهوائية. يرجى تجنب هذا التمرين في حالة الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو الدوار والصداع النصفي والجلطات والفتاق وقرحة المعدة. برانياما نادي شودانا أو أنولوم فيلوم برانياما هي عبارة عن التنفس بالتبادل عبر فتحة الأنف اليمنى واليسرى. اجلس في وضع تأمل، اجعل العمود الفقري مستقيما والرأس منتصبة مع غلق العينين. اجعل جسمك يسترخي من خلال التنفس بعمق لمرات قليلة. ضع الكفة اليسرى على الركبة اليسرى في وضع جيانا مودرا. اما اليد اليمنى فلا بد ان تكون في وضع ناسيكاغرا مودرا. ضع الابهام الايمن على فتحة الانف اليمنى ثم خذ نفسا عبر فتحة الانف اليسرى. أغلق فتحة الأنف اليسرى ثم أخرج نفسا من خلال فتحة الأنف اليمنى، وبعد ذلك خذ نفسا عبر فتحة الأنف اليمنى. أغلق فتحة الأنف اليمنى ثم أخرج نفسا من خلال فتحة الأنف اليسرى. وهذه هي مجموعة من حركات نادي شودانا أو أنولوم فيلوم برانياما. كرر هذه المجموعة لخمس مرات. بالنسبة للمبتدئين يجب أن تكون فترة الشهيق والزفير متساوية، وبالتدريج اجعل فترة الزفير ضعف فترة الشهيق. يجب أن يكون التنفس بطيئا ومنتظما ويتم التحكم فيه. والهدف الأساسي من هذه البرانياما هو تنقية القنوات الرئيسية للطاقة، ويؤدي ذلك إلى تغذية كافة أجزاء الجسم ويساعد على الشعور بالهدوء، كما يؤدي إلى تحسين التركيز ويزيد الحيوية ويقلل مستوى التوتر والقلق، كما يعالج اضطرابات الكحة. شيتالي برانياما. كلمة شيت تعني التبريد وتعني أيضا الهدوء والسكينة، وكما هو واضح من اسم التمرين فهو يساعد على تبريد المنظومة الذهنية البدنية للممارس. اجلس في وضع بادماسانا
أو أي وضعية جلوس أخرى مريحة بالنسبة لك. ضع اليدين على الركبتين كما في وضع جانا مودرا أو وضع أنجالي مودرا. لف لسانك من الجانبين وأخرجه من الفم في شكل يشبه الأنبوب. خذ نفسا من الفم عبر هذا الأنبوب الذي كونته بلسانك. املأ رئتيك بالهواء لأقصى درجة ممكنة، ثم ادخل لسانك واغلق فمك. أخرج نفسا ببطء عبر فتحتي الأنف. هذا التمرين يساعد على تنقية الدم ويساعد على تقليل درجة حرارة الجسم، وهو مفيد لمرضى ضغط الدم المرتفع. هذا التمرين لا يجعلك تشعر بالعطش ويقلل الإحساس بالجوع، ويساعد التمرين أيضا على التخلص من الإمساك والاضطرابات التي يسببها الالتهاب والكحة والصفرة. والتمرين مفيد كذلك للجلد والعينين. يجب تجنب ممارسة هذا التمرين لمن يعانون من البرد أو الكحة أو التهاب الجيوب الأنفية. برامري برانياما. برامري تعني النحلة السوداء. أثناء الزفير في هذه البرانيام فإن الصوت الناجم يشبه طنين النحلة السوداء. خذ نفسا عميقا من خلال فتحتي الأنف، ثم أخرج نفسا ببطء بصورة متحكم فيها مع إصدار صوت طنين عميق وثابت مثل طنين النحلة السوداء. هذه هي مجموعة من حركات البهرامري. كرر هذه المجموعة مرتين أخرتين. هذا التمرين من التمارين الجيدة المهدئة للأعصاب، وقد اكتشف أنه جيد في علاج الاضطرابات المتعلقة بالتوتر. والآن قم بوضع البهرامري مع شالموكي مودرا. أغلق أذنيك بإبهاميك، ضع إصبعي السبابة على عينيك والإصبعين الأوسطين على فتحتي الأنف وإصبعي الخنصر وإصبعي البنصر على الشفتين. افتح أنفك ثم خذ نفسا عبر فتحتي الأنف. تحكم في إخراج الزفير ببطء مع إصدار صوت طنين عميق يشبه طنين النحلة السوداء. وتعتبر برانايام تمرينا علاجيا مفيدا في التركيز والتأمل. دهيان. والآن فلنستعد لوضع دهيان. دهيان أو التأمل هي عملية تدبر مستمر. اجلس في أي وضع من أوضاع التأمل. حافظ على وضع عمودك الفقري منتصبا في صورة مريحة. قم بعمل وضع جانا مودرا. واجعل كفيك لأعلى مع وضع يديك على فخذيك، ويجب أن يكون الذراعان والكتفان في وضع راحة واسترخاء. اغلق عينيك واجلس مع رفع وجهك لأعلى قليلا. لا يتطلب هذا الوضع التركيز الشديد، ولكن حاول التركيز فقط بصورة خفيفة في المنطقة بين الحاجبين، وراقب عملية التنفس. وضع دهيان يجعل العقل في حالة هدوء وسكينة، وهو يزيد التركيز وقوة الذاكرة ووضوح التفكير وقوة الإرادة، وهو يؤدي إلى إنعاش الجسم بكامله والعقل، ويقدم لهما الراحة المناسبة، وهو يساعد على خلق مشاعر إيجابية. إن التأمل يؤدي إلى معرفة الذات. استمر في وضع الدهيان هذا.
هذا القسم الخاص بآداء اليوغا. إنني أتعهد بأن أجعل من نفسي إنسانا يتمتع بالصحة والسلام والمرح والحب، ومن خلال كل عمل أقوم به سأعمل جاهدا على خلق مناخ مليء بالحب والسلام. سأعمل جاهدا على تحطيم المعوقات التي تكبلني الآن، وسأجعل العالم بكامله عالما لي. إنني أعترف بالعلاقة بين حياتي وأي حياة أخرى، وأعترف بوحدة الجنس البشري بكامله. في جلسة ممارسة اليوغا مع الشانتي بات أو الصلاة الكونية، सन्तु निरामया
दुख भाग भवे मा कश्चित् दुख भाग भवे ॐ शांति शांति शांति।